بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل كلمة مهما كانت بسيطة هيكون ليها أثر على كل إنسان. أصل ربنا هيحاسبنا على كل حرف وكلمة نطق بيها اللسان، والصدق والصراحة مهما كانت صعبة هي أقصر طرق الأمان. مفيش مبرر إننا نهرب من موقف بالكذب واللف والدوران. أصل الكذبة حتى لو شايفها بسيطة هي كذبة، مفيهاش ألوان. واوعى تفتكر ان النية الطيبة مبرر لأي كذبة، حتى لو شايف انك بكذبتك ما ضرتش أي إنسان. دايما في تعاملاتنا ممكن نجامل حد، أو نعتذر عن موقف معين، أو نتلاشى خلاف مع حد ونخترع كذبة بسيطة ونبقى شايفين ان دي حاجة كده بسيطة وتعدي، وزي ما بيقولوا كده كذبة بيضة. يا ترى خطورة ده ايه، وازاي لما نستصغر الذنب ممكن يكون اثره كبير جدا علينا؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. من واحنا صغيرين دايما نسمع ايه، دي كذبة بسيطة، دي كذبة بيضة. كلمة كذبة بيضة دي جات منين، وفي حاجة اسمها أساسا كذبة بيضة ولا لا؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيوة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما عندناش في الدين حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة كرهات، ولا كذبة بسيطة ولا كذبة كبيرة. لا يا فندم، أقول لحضرتك مشهد ممكن يخض الناس لكنه يؤسس لأمر غاية في الأهمية. تفضل. السيدة أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: يا رسول الله، أقول للشيء الذي أشتهيه لا أشتهيه، أي تكتب كذبا؟ يعني أنا قاعدة، بتقول له أنا قاعدة وفي أكل، اتفضلي أنا أشتهي الطعام، بس أقول لا أنا شبعانة. فأقول بالضبط لا ماليش نفس، أو مش جعانة، أو أنا شبعانة، أتكتب كذبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يكتب كذبا حتى الكذيبة تكتب كذيبة. اللي هي إيه؟ يعني أقل شيء فيه إخبار بغير الواقع يكتب. لما الست قاعدة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتنادي على ابنها: تعالى أعطك، تعالى هدي لك حاجة حلوة، وهو ما فيش أساس. فلما جاء الابن، شوفي حاجة بسيطة جدا لكن راقب النبي الموقف، فلما جه ابنها حضنته، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يشوف هتدي له حاجة ولا لا، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعجلها وقال لها: ما أردت أن تعطيه؟ فأخرجت من ثوبها تمرة وقالت: تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. لما الإمام البخاري رايح بلغه أن رجلا عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، سافر إليه وقطع له أشواطا كثيرة، فلما وصل الأشار إليه وهذا الرجل، فلقى الرجل ده الناقة هربانة منه والراجل مش عارف يمسكها، فجمع حجره يوهم الناقة إن في حجره أكل وطعام للناقة، فهدأت الناقة واقتربت فأمسك بها. فالإمام البخاري قال له: هل كان في حجرك طعام؟ قال: لا. قال: طيب سلام عليكم، انت رايح فين؟ من انت؟ قال له: انا فلان، لماذا جئت؟ قال: بلغني ان عندك حديثا لرسول الله. قال: اجلس احدثك عنه. قال: لا، كذبت على الحيوان، لا امن ان تكذب على الناس. صح. للأسف الشديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه المؤمن لما يكذب يبقى عنده إشكالية مش أخلاقية، لا ده عقدية وإيمانية، يبقى عنده إشكالية عقدية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، قد يكون. أيكون المؤمن بخيلا؟ آه، قد يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا يكذب أبدا المؤمن، مش ممكن. ده احنا لو فتشنا في يومنا بس هتلاقي حاجات من دي كتير، دي كارثة طبعا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني ممكن المؤمن يبقى فيه العبر إلا اتنين: الخيانة والكذب. عمر المؤمن ما يبقى خاين، وعمر المؤمن ما يبقى كذاب. مشكلة انه كمان في التربية، نعم، احنا ممكن نكون بنعمل ده واحنا مش واخدين بالنا.
يعني يرد على التليفون قول بابا بيصلي، يرد على التليفون قول ماما اصلها نايمه، ماما مش موجوده، اصل مش عارفه احنا ايه، لما نرجع البيت اوعى تقول لبابا ان احنا روحنا عدينا على خالته ولا عدينا على. هو ده تدريب عملي على الكذب للاطفال، فكلما كذب الاطفال كلما اخذ من درب الزم. وما تجوش بقى تعاقبوهم. طيب ناخد التليفون. ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه ايمان؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ربنا يديك الصحه والعافيه في حق جسمك يا رب. ربنا يخليك اولادك ويكفيك شر المرض. امين يا رب. مستوره في حياتك يا رب. امين يا رب. شيخ رمضان ربنا يديله الصحه والعافيه. ربنا يرضيك. امين يا رب. ربنا يديك الصحه شيخ عويضة ويكفيك شر المرض ويخليك اولادك. امين يا رب. انا والشيخ عويضة ومشايخنا كلكم. كلكم يا رب حبايبي وكلكم على اثنين. يا ريت تحللي مشكلتي يا استاذ رمضان. الله ربنا ان شاء الله. انا معايا ابني مصلي وبتاع ربنا ومحاسب قد الدنيا وعامل شقته زي الفل ومحترم جدا كبير وصغير بيحبه يا شيخ رمضان وحنين معايا وكويس ما فيهوش اي غلطه نهائي مرتبط بواحده معاها ثلاث اولاد مش عارفه اعمل ايه. مرتبط بواحده معاها ايه؟ معاها ثلاث اولاد. ثلاث اولاد مش عارفه اعمل ايه. مؤدب جدا والله ثلاثه ما بيشوف الصلاه ولا بيشوف فرض ربنا. مرتبط بيها اللي هو ايه عايز يتجوزها يعني؟ كانت ساكنه قدامنا وجت عزلت. بعد ما عزلت بيقولوا بتعملوا اعمال الله اعلم ما اعرفش ربنا وحده هو اللي يعلم. الاستاذ ريماء مش عارفه جابت عنها شويه ايام وخلاص ومش عاوزه واللي وقف. طب يا حماده طب نتجوز طب نتجوز لا 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 ببص فجاه بيجي بيكلموا بعض تاني في التليفونات وشغلته تاني وبتاخد فلوسه. يعني هو حضر انا بس عايزه افهم هو علاقته بيها ايه؟ عايز يتجوزها؟ وحضرتك مش موافقه؟ لا مش موافقه خالص زي ريماء. مش موافقه عشان هي هو. عشان هي كانت متجوزه ومعاها اولاد ولا عشان حاجات تانية؟ معاها ثلاث اولاد. وبعدين عايزه اقول لحضرتك احنا بيئتنا غير بيئتهم نهائي. دي كان جوزها محبوس وكان عمها محبوس وكان خالها محبوس يعني بيئتهم غير بيئتنا خالص استاذه ريماء خالص نهائي. فدلوقتي هو رجع يكلمها تاني وبيتكلموا تاني. فبقول له ايه يا محمد ايه اللي انت عاوزه؟ قال لي مش هعمل حاجه لبلدتك يا امي. انا مش راضيه يا استاذه ريماء مش راضيه. اولا يعني انا المعيشه اللي هو معايا بنتي متجوزه بس مش اللي هو وحداني انا ازاي اقبل بكده ازاي؟ مش عارفه اعمل ايه. وعنده 42 سنه. طيب عايز تسالها ايه سؤال فضيله الشيخ؟ طيب تابعينا حضرتك. في ناس بترفض تماما فكرة ان ابنها يتجوز واحدة كانت متزوجة ومع اولاد، بس انا حبيت افهم منها الاشكالية بالظبط فين. هل هي فكرة بس ان الست كانت متجوزة قبل كده ومعها اولاد، ولا الفكرة عدم تكافؤ بين الاسرتين؟ هو شوفي حضرتك، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بيسأل سيدنا جابر بن عبد الله وكان شابا صغير، أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يعني كبيرا. قال يا جابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني ليتها كانت بكر وصغيرة ومن سنك. تمام. قال يا رسول الله تزوجتها ثيب لتكون أما لإخوتي، لأن والده كان ترك له 9 بناتي. فواضح كده انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالكفاءة في الظروف وفي الأحوال. يعني أنت لم يسبق لك الزواج فابحث عن من لم يسبق له الزواج. وهذه السيدة الفاضلة اللي على رأسنا كلنا يتزوجها من يتناسب معها، فهذا التناسب مهم جدا. طبعا أنت لسه في أول حياتك هتتحمل مسؤولية ثلاث أولاد ليسوا أولادك، في مسؤولية. فالأولى لا، وهي تتزوج بمن يتناسب معها، ظروفها شبه ظروفه طبعا. فالدين بيأمر بالكفاءة والتناسب. لما جت واحدة بتقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهمي خطباني. الاثنين جم في وقت واحد، معاوية بيخطبني وواحد اسمه أبو الجهم بيخطبني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما معاوية ففقير لا مال له وانت ظروفك المادية كويسة. طيب وأما أبو الجهمي فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني العصا دايما على كتفه، لها معنيين، إنه كثير الأسفار فيسيبك كتير، أو أنه يضرب النساء، يبقى إذا الموضوع فيه كفاءة فما تجوزتش له ولده. فيفضل لهذا الرجل أنه يبحث عن من يتناسب معه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاختيار، وفيه
مواصفات. لا نعيب السيدة التي تزوجت طبعاً وطلقت ولا نعيب في حد، بس هي الفكرة فكرة ان مين مناسب لمين بالضبط، هي تكافؤ في الأسر وفي الأخلاقيات وفي التربية وفي كل شيء. حاجة تانية مهمة، انه الزواج يا جماعة مش رجل وامرأة، ده أسرة وأسرة طبعاً، ده بيت وبيت، ده عيلة وعيلة. لا تستهين لانه اخوها هيبقى خال اولادك بالظبط، وابوها بالزبط هيبقى جد اولادك. ما تقولش بقى لا انا بتجوزها بالزبط، هي مش بتجوز اهلها، لا انت بتتجوزها ومعها اهلها، وهي بتتجوزك ومعك اهل ومعك اهل. فلا بد من التناسب، ولا بد من الكفاءه، ولا بد من الموده، ولا بد من التراحم، ولا بد من التواصل، ولانه عيله هتقابل عيله، فلا بد للعيلتين نفسهم يكونوا صحيح راضيين. يا ريت تسمعي كلام فضيله الشيخ، ومتشرفين بهذا النسب. العيلة دي متشرفة والعيلة دي متشرفة، أنت ستجد من يناسبك وهي ستجد من يناسبها. صحيح. الكذب أنواع؟ الكذب أنواع من ناحية كبير وصغير. صحيح. الكذب أنواع من ناحية حلال وحرام. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ممكن وقت من الأوقات الكذب حلال. دي الحالات اللي مباح فيها الكذب. اللي هي ايه يا فندم؟ بين الزوجين. يعني ايه بين الزوجين؟ يعني لو الزوج يكتب على زوجته يعني؟ لا يقول لها بحبك، هو ما بيحبهاش. لا، عشان يعدي موقف، عشان بيبقى فيها احيانا خراب للبيوت. بس اكيد ليه حدود، يعني حتى الكذب بين المباح بين الزوج والزوجة اكيد ليه حدود، مش مفتوح يعني. طبعا هو اولا الناس ما تفهمش انه ابقى رايح جاي اكذب على زوجتي، هذا لا يجوز اصلا، ما ينفعش خالص. انما بيبقى في المسألة نوع من اللي هو يجبر خاطرها. مثلا لما يقول لها انا شايفك انتي اجمل ست في الدنيا، بالضبط، لا محالة، كذاب يعني. تمام. هي تقول له انت كذاب قوي. ومبسوطين جدا، لكن مش على كل حاجه. لا، هو بيقول لها انا بحبك وفعلا صادق، فما يجيلهاش اس ان انت بتجاملني، انت ما بتحبنيش، اصل انت الكذب يجوز. لا، ده نوع من السخافه. تمام. يعني ليس الكذب على الزوجه سداح مداح ورايح جاي وفي كل حاجه، لا طبعا اطلاقا، ده في حدود معينه يا جماعه. ده بالظبط زي شيء حرام وندور على ضرورة ملحة جدا لتجعله حلال. والضرورة تقدر بقدرها. مش رايح جاي الشيخ قال يجوز الكذب على الزوج. تمام. رايح مع أصحابه راجع يكذب، راح مش عارف عمل إيه ويكذب. طب لو في المواقف الحياتية. نعم. المواقف الحياتية اللي ممكن يتحط فيها الزوجين مع بعض، شيء اكتشفته فهو أقسم إنه ما حصلش وهو حصل عشان الحياة ما تتخربش. زي ايه بالظبط؟ زي اي حاجة، اي حاجة كذب فيها. اولا ينبغي ان تبنى البيوت على الثقة. طبعا. من غير الثقة يا استاذة لمياء مفيش حياة. قابلت خطيبتك القديمة؟ لا ما قابلتهاش، وهو قابلها. اي ماشي، بس هي عرفت منين؟ مثلا اي موقف، اي موقف. انا بديك مثال للمواقف اللي احنا بنسمعها. زي ما بقول لمعليك، لابد ان يكون فيه ثقة. لو دخل الشك ما بين الطرفين يعمل كارثة. ما هو انت يا واثقة فيا يا مش واثقة فيا. واثقة فيا تكت المفتاح قفلت خلصت، انت واثقة في كل شيء بالنسبة لي. وانا واثق فيك من الارض للسماء السبع العرش الرحمن، وإلا ما كنتش ارتبطت بيكي. انما بتكلمي مين؟ ايه ده؟ طب رايح فين؟ وابص على موبايلها؟ لا 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 غلط، ولا تجسسوا، ده كده البيوت تخرب. طبعا. لا طبعا. ونهى النبي عن ذلك، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. اللي بيتجسس ده مؤمن باللسان مش مؤمن بالقلب. اللي بيشك لا يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. وما ينفعش الاثنين يعملوا موقف يدخلوا الشك في قلوب بعض. يا فندم اللي بيتصنط يوم القيامة ربنا هيصب في ودنه النحاس المذاب. يا ساتر يا رب. اللي مصنع بيتصنت. نعم يا فندم. يعني ايه؟ اقول لي ساعات الزوج جوه مكتبه بيتكلم في التليفون. تيجي حاطة ودنها على الباب. لا انا بسأل ايه النحاس المذاب؟ عارفة الحديد؟ لما يبقى منصهر وزي المية. عشان هنصبه ونعمله قوالب او خطوط او شيء من هذا. شوفي هو نار كده يتصب في ودن اللي بيتسمع الى حديث قوم وهم له كارهون. ماشي واحد في الشارع بيكلم حد بيتصنط عليه وما عرفوش اساسا، لا يجوز شرعا. قاعد جنبه في العربية ففاتح كتاب
هو تقريبا اللي قاعد جنبه ده ما فتحش كتاب بقى 10 سنين. حبكت الثقافه دلوقتي. أيوه. يحط وشه في كتاب الراجل اللي جنبه يعني ما ينفعش. انا مره زمان حصل معايا ده فيعني بهرج مع الراجل بقى فقلت له تسمح لي اقلب الصفحه تحرجه بالذوق. ايوه اعمل ايه مها ده وشه في الكتاب وقرب فعلا. افتفتحي موبايل تلاقي الناس بتبص عليك. هذا لا يجوز شرعا. من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه الرصاص المذاب. يا جماعه ما تتصنتوش على حد. ما انت يا واثق يا مش واثق. ما هو انت متاكد يا مش متاكد. اللي بتتصنت على جوزها واللي بتتصور اللي بيتصنت على مراته واللي بيتجسس على ده بتجس على ده. واحده ست تجري على المطبخ عشان تسمع الجيران بيقولوا ايه. تجري على السلم على الباب عشان تشوف اللي بيتكلموا على السلم بيقولوا ايه. ليه ده انسان حشري. صح. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده من علامات اعراض الله عنه. يا ساتر يا رب. اه والله من علامه اعراض الله عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعنيه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه إيه؟ ما لا يعني. بتقول يا فندم تركه ما لا يعني. الله ينور على سعادتك. ناخد مدام ابتسام. مدام ابتسام اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. استاذنك علي صوتك بس شويه. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ رمضان؟ رمضان اتفضلي. محتاجه اسال الشيخ رمضان سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا متجوزه بقالي 20 سنه وكان حصل مشكله ما بين اهل جوزي فاضطريت ان انا اقعد مع والدي شقه والدي. قعدت معاهم بقالي دلوقتي قاعده معاهم في خدمتهم اكثر من 15 سنه. انت وجوزك؟ انا وجوزي واولادي معايا 3 اولاد دلوقتي ابني السابع بقى في الكليه وبنتي في ثانوي واحده في البيت. تمام. والدتي توفت من حوالي 4 سنين ونص. الله يرحمها. توفت هي عندها 76 سنه. وانا كنت قايمه في خدمتهم وبعطفهم وكنت شايلاهم وخدناهم والحمد لله. اللهم لك الشكر توفت على ايدي ويا رب علي. الحمد لله. ثلاث بنات من نفس ولد انا اخر واحده في حياتي. دلوقتي انا قاعده مع ابويا طبعا هو راجل سن وعندي 80 سنه. تمام. بالنسبه له اخت واب وام وزوجه وكل حاجه. كل حاجه بالنسبه له هو انا. لمين؟ لجوزك؟ لا لابويا. تمام. والدي انا بالنسبه له كل شيء. تمام. خدمه ومراعاه وكل حاجه. كل حاجه بمعنى كل حاجه. تمام. والحمد لله مستوره وجنتي كويسه واولادي ربنا حبيبي الحمد والشكر لله. الحمد لله. بس انا من جوايا تعبانه نفسيا. ليه؟ تعبانه من اخواتي. من اخواتك؟ من اخواتي. ليه؟ الاثنين الدنيا لهنهم قوي وكل واحده فيهم بتفكر في حياتها واولادها ومشاكل بيتهم. في واحده في مصر بتيجي لابوها زياره كل 15 يوم وواحده عندي هنا في البلد بتيجي لابوها كل ما برن عليها بالتليفون وبقول لها تعالي شوفها بيتي. الخدمه انا اللي بخدم وكل حاجه اللي انا شايلها بس انا تعبانه منهم. تعبانه منهم ان هم مش مقدرين تعبي مش حاسين بيا. ما بيجوش يبقوا منفوسين على ابوهم كل واحده فيهم بتفكر في مصلحتها ومصلحه بيتها. لا انت زعلانه عشان هم مش مشاركينك وشايلين معاكي ولا زعلانه ان هم مقصرين في حق ابوهم انهم مش ما بيسالوش عليه؟ زعلانه ان هم مقصرين في حقي وفي حق ابوهم ان هم مش شايلين معاكي. ايوه حقنا احنا الاثنين. تمام. تمام. وتاني حاجه والدي عندي 80 سنه. يعني فقد بصر بس طبعه شديد عليا قوي يا شيخ عويد. شيخ رمضان. شيخ رمضان طبعه شديد عليا قوي وبيزعل من اقل حاجه وعيني على طول جنبه 24 ساعه. ايوه انت بتكلمي في حد عنده 80 سنه. ايوه بس ولادي لهم حق عليا. لهم حق عليا. هل انا مش هتحاسب على عيالي؟ اكيد. اللي انا مقصره فيهم. اكيد برضه ولادي محتاجيني في كل موقف. محتاجيني اخرج محتاجيني اضحك محتاجيني معاهم. طب انا حقي انا على نفسي برضه. دي الاسئله اللي انا حابه اسالها. تاثير اخواتي ده اول سؤال في حقهم ليا وان هم ما بيفكروش الا في مشاكلهم وفي بيوتهم وفي رجالتهم. وتاني حاجه بطبع ابويا انا مستحمله والله بس كل بني ادم له طاقه. له طاقه وقدره تحمل. وانا واحده بقى عندي 44 سنه ومريضه سكر وضغط عالي. والله العظيم والله العظيم ما بكتبش في اي حد. واخواتي دلوقتي سامعيني منهم اللي في مصر سامعيني وفاتحه البرنامج وسامع وشاهد ربنا وسيم على كل كلمه بقولها. حاضر. تابعينا يا مدام ابتسام. يعني دلوقتي هي بتخدم ولادها كانت هي عايشه معاهم بقى لها 15 سنه فهي دلوقتي في خدمه الاب خدمت الام والام توفت ربنا يرحمها.
دلوقتي الأب عنده 80 سنة، أكيد الطبع هيبقى مختلف وأكيد الذاكرة هتبقى مختلفة وأكيد قدرة التحمل على حاجات كتير ما بقتش تقريبا موجودة. هي بتقول الأول إن هي مرايا واخدة بالها منه وإنه هي بالنسبة له كل حاجة، زعلانة من تقصير إخواتها وإنهم مش شايلين معاها وإنهم ما بيسألوش على الأب. ده يعتبر أول سؤال. هو أنا لما حضرتك أدخل أصلي الظهر تمام وأصلي بالسنن وأصلي براحتي وصليت السنن البعدية وخرجت أشوف مصلحتي أزعل من اللي ما صلاش؟ فهم حضرتك؟ طبعا فهم، وكنت متأكدة إن ده هيكون رأيك. بالضبط طبعا. أنا عيني على غيري ليه؟ أنا عيني على نفسي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل واحد فينا بيعمل ويزرع ما سيحصده غدا. صحيح صحيح. بر الوالدين أو عقوق الوالدين رواية أنا أكتبها يقرأها لي أولادي. صحيح. ده أنت ربنا اختصك وحطك في مكان المفروض أنك تستغلي كل لحظة وكل ثانية فيه وما تفكريش أبدا، بالعكس ده لو هم عايزين يساعدوكي ما تخليهمش يساعدوكي، يعني يعني حاولي على قد ما تقدري تدي قوي قوي قوي، لانه ده باب خير كبير جدا مفتوح لك. لابد ان نستشعر ان ده نعمه طبعا كبرى وكنز عظيم ربنا مدهوني. طال العمر او قصر الكنز ده هينتهي ويتفتح لي من طريق تاني. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مشروع إحسان، مشروع جودة، مشروع إتقان، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك يعني تحت رعايتك في بيتك تحت مسؤوليتك تحت مساعدتك تحت مساندتك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. افرح بأن ربنا اختصك بذلك، افرح ان ربنا اعانك على ذلك، على ذلك تنال رضا ربنا وبر الاولاد. صحيح صحيح طبعا. هنجاوب بقيه الاسئله بس ناخد ام زين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذه لمياء؟ ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، اهلا وسهلا. معلش انا كنت مستنيه حضرتك انت بالذات والله من زمن عشان اسال حضرتك. انا كان عليا شهر رمضان من سنتين او 3 سنين تقريبا، كنت مخلفة الاول واتبقى 10 ايام يعني صمتهم واتبقى 10 ايام من شهر رمضان ورجعت حملت تاني وخلفت في رمضان ده برضو وما صمتش رمضان غصب عني لان طبعا حضرتك عارف فترة الرضاعة. لا وكنت لسه والدة يعني حوالي من اسبوع وما صمتش برضو رمضان ده، فالوقت بقى عليا 40 يوم او 38 يوم بالظبط. هل أخرج عليهم ولا أصومهم برضو تاني؟ حاضر. وسؤال تاني بس معلش، أنا عندي أولادي ربنا يعني ربنا يبارك لي فيهم ربنا بيختبرني بيهم يعني الحمد لله على كل حال. فوالدتي حصل يعني بينا كلام وكده، فبتقول لي هي بس والله هي بتقول لي إن ربنا يعني طلع على قلبي ورزاني بيهم يعني الاثنين تعبانين وكده وشاف اختي الثانيه يعني وربنا رزقها هم الاولاد مالهم. هم اولادك مالهم؟ تعبانين يعني عيانين. فانا قعدت ارد عليها بقى، انا زعلت بصراحه من جوايا وردت على والدتي. هي والدتك عايرتك بيهم؟ هي مش عايرتني، انا ضايقتها بالكلام في الاول. انت ضايقتيها فقالت لك ربنا اداكي عقبك فيهم عشان انت ضايقتيها بالكلام؟ يعني كنت بقولها. هم من ذوي القدرات يا فندم؟ امراض دم. الله يشفيهم يا رب. ربنا يشفيهم لك يا رب. هم عندهم قد ايه؟ وقالت لي ربنا ينعم البنات اللي زيك او حاجه زي كده يعني. وانا قلت لها برضو انا مش مسامحاكي، ردت عليها يعني وكده. انا زعلانه قوي ان انا ردت عليها، هل كده ربنا يحاسبني جامد؟ حاضر. والدتي طول عمرها مش بتحبني قوي يعني، هي بتحبنا كلنا بس دايما تميز اختي الصغيره عني يعني دايما انت على خلاف معاها. هي بتقول لي عشان انت صوتك عالي وما بتسمعش كلامي قوي. هو انا من وانا قبل ما اتجوز وانا ما بسمعش الكلام قوي يعني، بس والله انا من جوايا كويسه وبحاول على قد ما اقدر اسمع كلامها واسمع كلام والدي. طيب حاضر حاضر. تبين يا ام زين،
طب خلينا في الجزئية بتاعت مدام ابتسام، هي دلوقتي بتسأل على موضوع والدها، ان والدها بقى طبعه صعب وان هي ما بقتش قادرة تتحمل ده وان عايزة طول الوقت قاعد جنبها، وان فكرة انه ولادها ليهم حق هم كمان، وان هي ممكن تكون مقصرة في حق اولادها عشان خاطر تخدمه هو. شوفي حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الله عز وجل، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء، فالإنسان فينا قوة بين ضعفين، وبداية الخلق ضعف، ضعف الطفولة، ونهاية الخلق ضعف، ضعف الكهولة والشيخوخة، وفيهم تقارب بين بعض أقرب، فيلا بينا نتعامل مع كبير السن قوي كأنه ابني. هم بيبقوا فعلا كده. شوف احنا يعني، شوفي وانت صغيرة كنت كان بيعمل معاك ايه، اعملي ده وانت كبيرة معاه، طولوا بالكم عليه. يا جماعة كبار السن يأكلون ولا يهضمون، يرقدون ولا ينامون، يضحكون ولا يفرحون. كبار السن فارقهم قطار الحياة، مات كتير من اللي حواليهم، مات الأب وماتت الأم وماتت الزوجة، مات كتير من الإخوات، مات الكثير من الأصدقاء، فهم تألموا قوي. كبار السن مش عايزين مننا أكتر من الكلمة الطيبة، النظرة الحانية، الابتسامة الرقيقة. كبار السن يا جماعة هم بركة البيت وخير البيت وكنز البيت، خلوه السنتر في الاهتمام. يعني ولادك خلي بالكم من جدكم، جوزي خلي بالك من خلي بالك من والدي، انت خلي بالك منه، وربنا هيعين بس مع حسن النية، مع الإحساس انه كنز، مع الإحساس انه نعمة كل حاجة هتخف، انما مع الإحساس انه ثقل كل حاجة صعبة طبعا، فلازم نحس بده. تمام، دي نقطة مهمة. هو ممكن يكون بيتساب فترة طويلة جدا لوحده، مجرد ان انا قدمت له الاكل ممكن تكون مشغولة، يكون حاسس بالامان بوجودها جنبه. طبعا ممكن تكون مشغولة، الله يكون في عونها البيت والعيال وكل حاجة، لكن هو ما يتسابش طول الوقت لوحده، حد من الولاد يقعد جنبه، ناكل جنبه، نشرب جنبه، ونقوم نذاكر، حد يذاكر، يعني محتاجين نخلي بالنا منهم. يا جماعة كبار السن النهاردة كبار السن، بكرة انت هتبقى كبير السن، فخلي بالكم من ده. مفيش مبرر ان انا اجرحه، مفيش مبرر ان انا اوجعه، مفيش مبرر ان انا اؤلمه، طولوا بالكم عليهم، اسمعوا منهم. ممكن والله هو مش محتاج حاجه من حد، والله ابدا، هو لا عيل هم اكل ولا شرب، ده عيل هم ونس، صح، عيل هم حد اذن تسمع منه، يقعد كده يكلمني وهو شاب كان بيعمل ايه، ولما اتجوز والدتك حصل ايه، وهيعيد ويزيد في الكلام، ويعيد يا سلام على قلبي زي العسل، على قلبي زي السكر، وطيبه خاطرهم، والله ربنا يطيب خاطركم. كنا قبل الفاصل حضرتك بتقول انه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، احنا ساعات ما بنعرفش نستمتع بالنعمة غير لما بتروح مننا، نقعد نقول طب هي ما بنعرفش، ما خلاص ما هي خلصت، مش هنستمتع يا هانم، ما بنعرفش قيمة النعمة الا اذا فقدت. صحيح، ما هو نعم وقتها خلاص بقى، طبعا نعم الله مجهول، وتعرف إذا فقدت، من لم يعرف النعمة بوجدانها عرفها بحرمانها. أنا بنصح المتصلة بأمرين، الأمر الأول النظر إلى والدها على أنه نعمة، النظر إليه على أنه كنز، غير النظرة. النقطة الثانية ما تبصيش على أخواتك، صح، اللي يجي أهلا وسهلا، كل واحد هيتحسب اللي ما يجيش نفسه. بالضبط، وكل واحد هيجني ثمرة عمله. طيب أم زين، ال 38 يوم اللي عليها صيام، هل تطلع ولا لازم تصوم؟ شوفي حضرتك، الست لما بتفطر شهر رمضان أو جزءا منه بسبب الحمل أو الولادة أو الرضاع، العلماء اختلفوا فيها. بعض العلماء قالوا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها الخير والسلامة وتمام، تقدر تصوم اللي عليها تصومهم، خلاص ده رأي من الآراء. رأي تاني وأنا أحب هذا الرأي، قاله عبد الله بن عباس وقاله عبد الله بن عمر، والإمام ابن قدامة في كتابه المغني قال ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، قال ليس على الحامل والمرضع إذا أفطرط إلا الإطعام. يبقى هي عليها كام؟ 38 يوم تطعم 38 مسكين، 38 يوم تطلع 38 وجبة واحدة، فالإطعام يكفي. ليه؟ لأنه رقم كبير ممكن تكون بترضع، بالضبط هيبقى فيه ثقل. فأنا أنصح اعملي 38 وجبة، أو روح الجمعية بتطعم الناس، طلعي ما يعادل 38 وجبة. لو عملت وجبة بسيطة 50 جنيه مثلا، لو ظروفك المادية معقولة 100 جنيه،
في 38. وتطلعهم كلهم مع بعض ولا تقدر تطلعهم وتفرق؟ تقدر بالتقسيط وتقدر تعملهم هي وتطلعهم، وتقدر تطلب من الجمعية ممكن مرة واحدة ممكن على دفعات. طيب موضوع بقى انها ردت على والدتها، وانها والدتها قالت لها ان ربنا اطلع اللي في قلبك عشان كده ابتلاكي في اولادك. انا محتاج اقول للاولاد من اول الصغيرين في البيوت لحد اللي اتجوزوا، خلي بالكم من المناكفة مع الاب والام. في بعض الاولاد ممكن تلاقي الام والاب مخلفين ثلاثة، اتنين منهم مريحينهم، حاضر، حتى لو مش هيعمل، حتى لو في بعض الحاجات مش هيعمل، حاضر عيني، تمام، وطيب خاطر الام وطيب خاطر الاب، لانه احنا حتى نقول ايه كلمه حاضر بتريح. في بقى اللي لا وتجادل وتضايق وترد كلمه بكلمه، طب بتقهر الام ليه؟ بتقهر الاب ليه؟ ده حتى لو انت معك حق، انت انتصارك على ابوك ده انتصار. يعني احساسك مثلا ان انت يعني اذكى من امك، ده 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 اللي هيشرفك؟ لا طبعا ابدا. ولذلك الامام الشافعي بيقولونه أيتجادل ويتخاصم الابن مع أبيه؟ قال ولا مع حذائه. شوف بقى لدرجة انت متخيل الجملة؟ ولا مع جزمة أبويا. أتجادل مع جزمة، يا نهار أبيض، ده جزمة أبويا صح، ده حذاء أبويا صح، ده عصا أمي صح، خلص الكلام على دماغي من فوق اللي تأمري بيه حتى لو هي غلط، حاضر واعمل وربنا هيطيب خاطرها، بعمل ده واعرف انه الدنيا هتلف وهتدور وهتتحط في نفس الموقف بالظبط. فالمتصله الكريمه احنا بننصحها بايه؟ طيبي خاطر امك وطبطبي عليها وما تجادليهاش وما تعنديهاش وما ترديش عليها الكلمه حتى لو هي غلطان، ما تاخديش دعاء امك. طب على الجانب الاخر بقى، ايتها الام، خليكي رؤيه، خلي كلمتك حلوه وخلي نظرتك حنينه، وما تدعيش على عيلك وما تدعيش على أولادهم، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أعينوا أولادكم على البر، ومن شاء استخرج العقوق من ولده. الولد بيتقهر لما يلاقي أمه بتعامله معاملة غير معاملة إخواته، تفرق بينهم، تفرق بين العيال، تخبل ده أكل وده لأ، وبيتزرع جواهم إنها بتفضل أخويا أو أختي عني، إنها بتحبهم أكتر مني، بتوزع الكره في الإطباق قبل ما تموت. يا ساتر يا رب. طبعا جملة صعبة. اسمعوها مني، أنا راجل صعيدي وعارف، عارف المواضيع دي. الأم اللي تفضل العيال على بعض وما تسويش بينهم وما تعدلش بينهم، بتوزع الكراهية بينهم في الإطباق. اسمعوها مني، أعظم ما تتركه لأولادك إنهم يحبوا بعض قبل ما تترك لهم أراضي وبيوت وملايين، اترك لهم اللي يسترهم، لكن أهم من ده اتركهم وهم بيحبوا بعض. صح فضلت الشيخ، كنا لسه بنقول إنه ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بنعم كتير في حياتنا إحنا ما بنلتفتش ليها، ما بنعرفش نستغلها صح، ما بنستمتعش بمتعة العطاء فيها، زي ما احنا بنقول بر الأب والأم وأعمال الخير الكتير جدا اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحطهم في طريقنا وإحنا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. من أعظم نعم الله عز وجل أنه ييسر لي الخير، لأن رب الخير دعانا إلى فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعل الخير تلاقي الخير، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الخير بعدد أنفاس البشر، وجعل لنا الخير بعدد نظرات العين، وجعل لنا الخير بعدد كل كلامنا، أبواب الخير لا حصر لها. صحيح. بس المهم أنت بتدور على إيه؟ ما هو النظرة إيه؟ أنت شايف إيه بالظبط؟ ما هو أنا ممكن أبقى شايف الشيء نقمة وغيري شايفه نعمة. صحيح. ممكن العكس. القصة كده جميلة. تفضل. عالم كبير طلع على المعاش، فقاعد في مكتبه وقال كان عاما سيئا، رقم واحد تقاعدت اتحلت على المعاش، رقم اثنين اجريت عملية جراحية، شايف السلبي والوحش بس، رقم ثلاثة ابنه عمل حادثة، فجاء كاتب تحت كان عاما سيئا وساب الورقة. زوجته بتنظف المكتب لقيت الورقة، فقرأت الورقة، جت قلب الورقة وجت كتبة كان عاما جميلا. رقم واحد تقاعد زوجي وأنهى عمله بكفاءة وإتقان وإكرام وتفرغ للكتابة التي يحبها، كان عام جميل. رقم اثنين أجرى عملية جراحية فكان سببا في شفاء كذا وكذا وكذا، شفاه الله من كذا. رقم اثنين. رقم ثلاثة نجى الله ابني من حادث كاد يودي بحياته، فكان عاما جميلا. انت شايف الصورة ازاي؟ هو ده هو ده.
انت شايف ازاي النظارة اللي انت لابسها وشايف بها الناس لازم تتغير، شايف بها الافعال والتصرفات لازم تتغير، وكل ينفق مما عنده. مش احنا بنقول كل اناء بما فيه ينضح؟ أيوة. انت ثقافتك ايه؟ انت لانه الشكاك شايف الناس كلها شكاك، شكك في كل الناس، والكذاب شايف الناس كلها كذاب. بالضبط. اما سيدنا عيسى مر على جماعة سبوه، مدحهم، شتموه، دعا لهم، فبيقولوا له يا نبي الله يسبوك تمدحهم، يشتموك تدعي لهم. قال كل ينفق مما عنده، كل إناء بما فيه ينضح. فالخير قدامنا كتير، قدامنا أفعال الخير وجبر خاطر الناس والصدقات وملفات الخير في جمعية البر والتقوى ما شاء الله جدا. تناسب كل ما يريده الناس. ناس حبة المية وسقي الماء، كل ملفات المية بإتقان. الناس حابة إطعام الطعام، موجود ملف ضخم جدا. الناس حابة علاج المرضى، الناس حابة إكرام الأيتام، الناس حابة تزويج اليتيمات، الناس حابة الصدقات في المساجد، الناس حابة الزكوات في المستشفيات، الناس حابة الزرع وعمران الأرض. ما شاء الله أعمال ملفات الخير، ملفات كبيرة جدا، ملفات ضخمة جدا وقوية جدا ومنظمة جدا، لأنه جمعية البر والتقوى جمعية منظمة وجمعية لديها كفاءة وخبرة سنين طويلة في التعامل مع أسيادنا الفقراء. شعار عظيم، إحنا معاك وإحنا خدمين لكم، ومن أقصاها لأقصاها ما تركوا مكان إلا ولهم فيه بصمة من الخير. صحيح. ويشوف المكان محتاج إيه ويعمل ما يحتاجه، وده مهم جدا. أيوة بالظبط. فكرة احتياجات الناس إيه، احنا بنطلع اللي الناس محتاجاه مش اللي على مزاجنا. لاحظت حاجتين حلوين قوي في الجمعية، الاستثمار والواجب. الاستثمار هو بيجمع الزكوات، وده وعاء زكوات يعيد استثمار الزكوات، يعني يجمع مبلغ ضخم جدا فيعمل حاجة كبيرة قوي، يعمل مستشفى ضخمة عملاقة فندقية، يجمع أموال الصدقات يستثمر بها، يبني مساجد، يعمل مزارع إلى آخره. فكل حاجة ليها تجميعة ويقدر يعمل بيها، لأنه جنيه على جنيه يعمل رقم كبير جدا طبعا. رملة على رملة يعمل جبل، قطرة على قطرة سيول. النقطة الثانية، واجب الزمان والمكان والأحوال، احتياجات الناس وحالهم. بالضبط. هو رايح في أقصاها فعارف أن احتياجهم كذا، لا هنا الاحتياج كذا، هنا الاحتياج كذا، فبيعمل الحاجة التي تنفع أسيادنا الفقراء. وإحنا داخلين على أيام مباركة وبنقول إحنا بنستغل الفرص وبندور كده على الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يضاعف فيه الحسنات، ونجري نبقى عايزين نزود في رصيد حسناتنا الفترة اللي جاية والأيام اللي جاية. إيه المطلوب مننا؟ بص حضرتك، يلا نجيب من فوق كده. إحنا في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ثلاثة وأربعة، واحد لوحده رجب. تمام. الأشهر الحرم أشهر الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الأربعة الحرم دول أشهر عظيمة جدا، أشهر فعل الخيرات، أشهر التنافس في الصدقات، أشهر التنافس في جبر الخاطر. من الأشهر دي شهر ذو الحجة، دخلين على العشر الأوائل من ذي الحجة، أعظم أعمال الصدقات والزكوات وجبر خاطر الناس وإطعام الطعام والصيام والصلوات وتلاوة القرآن، تبرعات العينية ومساعدة الغير، أعظم من الجهاد في سبيل الله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاحنا داخلين على أيام، أعظم أيام تتناسب مع الأعمال، مع العمل الصالح، ويضاعف الله فيها الأجر والثواب. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، من أجمل دعاء البني آدم ممكن يدعيه. ويا بخت كل حد بيشيل طوبة ولا بيساعد بأي حاجة ولا حتى يحط مسمار في حاجة فيها عمل خير وياخد عليه أجر وثواب. هو ما أجمل إن الإنسان فينا يبقى طاقة نور لنفسه وللي حواليه. لا أريدك شمعة تحترق لتضيء للآخرين، أنا أريدك شمس منورة في ذاتها ومنورة اللي حواليها. ما تبقى الشمعة مش منهج، إنما المنهج زي اللمبة منورة في ذاتها وتنور اللي حواليها، زي الشمس منورة في نفسها وتنور اللي حواليها.
كن طاقة نور تدل الناس على كل نافع دين ودنيا. فعشان كده تبقى ربنا استخدمك، استخدمك لنصر دينك، استخدمك لنفع دنياك، لأنك لو ما عملتش كده ربنا سبحانه وتعالى غني عن عملك. طبعا. يا أيها الناس وأنتم الفقراء وإلى الله. العايش في الدنيا ما بيساعدش حد وما بيعملش عمل خير عايش بلا حياة. بالضبط. والله هو الغني والحميد، يقول الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنت لو توليت أنت الخسران، فكن طاقة نور. أنا مش عايزك تعمل خير بس، لا، أنا عايزك تعمل خير وتدعو الناس إلى الخير وتعلم الناس للخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ليه؟ لأن أنتم أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة الخير تفعل الخير وتعلم الناس الخير، عندها رب الخير يخلي كل خلقه يصلون عليك. ده حديث عجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة والسلام، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. يعني ربنا والملائكة وأهل السماوات كلهم وأهل الأرض كلهم، حتى الحشرات حتى الأسماك في البحار بيعظمون ويدعون الله عز وجل. للبني آدم اللي للبني آدم بيعمل اللي بي مش اللي بيعمل بس اللي بيعلم يا فندم. يعني بتبقاش لوحدك، يعني حتى لو أنت غير قادر دل على، حتى لو قادر، أنا راح أصلي الجمعة خد حد معك، أنا رايح أتصدق وهتصدق مبلغ كبير جدا، علم غيرك يتصدق زيك، قل له أنا تعاملت مع جمعية البر والتقوى لقيتها أمينة وكفاءة ومنضبطة وقمة في الدقة، تعال نعمل معاهم. فأنت اعمل الخير وعلم الناس الخير، الدال على الخير له مثل أجر فاعله. ده ذكاء في التعامل مع طبعا ربنا. طبعا. إنك ممكن تبقى نايم ما بتعملش حاجة وغيرك عمل، لما أنت علمته فأخذت مثل أجره دون أن ينقص. يعني هتعمل وصلة مية، خد حد معاك. نعم. فيبقوا وصلتين بدل وصلة واحدة. نعم. الأضحية. نعم. وسق الأضحية التابع لجمعية البر والتقوى المصرية، يمكن هم بيبدأوا من قبل العيد بفترة طويلة جدا تجهيزات. الأضحية اسمها أضحية ليه؟ لأمرين. الأمر الأول لأنها تذبح ضحوة، يعني في وقت الضحى. أيوه. من بعد الساعة كده إيه، 7:15 كده، 7:30، ده اسمه وقت الضحى. 8:09، فعشان كده اسمها أضحية. وجاي أيضا من التضحية، لأنني أضحي بها لله رب العالمين. ولذلك قال الله عز وجل: فصلي لربك يوم العيد وانحر، يعني الأضحية. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في ناس ما شاء الله ربنا رزقها وعندها الفلوس وعايزة تضحي، بس لا عندها الوقت ولا الجهد ولا اللي يساعدها، وما تعرفش ان هي تقف وتعمل كل الأعمال دي. بالضبط. على الذبح والتجهيزات. أيوه. والتوصيل، وممكن ما تكونش تعرف الناس اللي تستحق هذه الذبح. صحيح. وده كتير قوي. فتأتي الجمعية تعينك على ده، تساعدك وانت في مكانك، هتديله مبلغ سك الأضحية، بتقوم الجمعية بتربية الأضحية من البقر أو من الغنم أو من الجاموس أو من الجمال، ثم تقوم في بذبحها في التوقيت المناسب الشرعي، ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين، ولك الأجر كاملا. كمان هم مغلفين اللحوم بشكل يعني محترم جدا، عشان لما يروح لأسيادنا الفقراء احنا ممكن احنا يبقى صعب علينا ان احنا نعمل كده. بالضبط. ياخد مجهود ووقت برضو طويل. هي جمعية البر والتقوى عندها مزارع بتربي فيها الأنعام، بتربي فيها الأبقار، وتربي فيها الأغنام، وفي الوقت المناسب تذبح، لك الأجر كاملا. ولما بتذبح تذبح بطريقة شرعية وبطريقة مناسبة، لأن من ضمن الأشياء التي نعاني منها ذبح الناس في الشوارع. يعني ذبح أن يذبح الإنسان في الشارع وأنه يلوث الشارع ويسيء إلى الناس، ده هذا لا يجوز شرعا، ده لا يجوز إطلاقا، ده حرام إيذاء الناس. لابد عندما يذبح الإنسان يذبح في المكان، مكان مختص بده، مش في أي مكان. الجمعية مخصصة أماكن وتذبح
وتنظم المسألة وتوصل إلى مستحقها، ولك الأجر كاملا، لأن صك الأضحية نوع وكالة، كأن الإنسان بيوكل الجمعية في أن تذبح عنه وتوصل الفقراء، وهذا جائز شرعا ولك الأجر كاملا. وربنا يتقبل يا رب. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخر. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.